ما جرى فجر هذا اليوم والطائرات المسيرة التي وصفتها إيران بالصغيرة والتي تم أيضا التصدي لها في سماء مدينة أصفهان، كيف تفهم محدودية هذا الرد إن كان فعلا ردا إسرائيليا؟ واضح أن الإسرائيلي اليوم في موقف صعب، يحاول أن يحرك جماعته وعملائه، كان في الداخل أم أكان في الخارج، من أجل أن يقول أنه يستطيع الرد وأنه يده تطول أو تطال الداخل الإيراني، فبدأ بتحريك هؤلاء الجماعات وهذه المجموعات التي ربما يعني يحاول إظهار أنها ستكون البديل للرد أو ستكون بديلا على الصفعة الإيرانية التي يعني أطلقتها وضربت بها الكيان الإسرائيلي. فإسرائيل تريد أن تجد البديل، وخاصة أنها غير قادرة على المواجهة المباشرة وغير قادرة أن تضرب في الداخل الإيراني وفي العمق الإيراني مباشرة من الكيان الإسرائيلي. لهذا السبب بدأت تستخدم الأساليب البديلة، لكن هذه بالتأكيد لن تكون ناجعة لا للإسرائيلي ولا حتى ستكون مؤثرة على الضربة التي تلقتها إسرائيل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه واحدة. اثنين، هذا يؤكد على أن إسرائيل في وضع صعب، أنها لم تأخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لعمل عسكري ضد إيران، وهذا إن دل على شيء يدل على الضعف الإسرائيلي دون الولايات المتحدة ودون الدعم الغربي لها. هذا يزيد يقينا بأن إيران قادرة على اتخاذ أي موقف عسكري فيما لو إسرائيل تحركت عسكريا، لكن من الواضح أن هذه الضربات لن تجدي نفعا ولن تكون بديلا عن حقيقيا عن الضربة التي تلقتها من قبل إيران. هذا ما أرى، وخاصة أن هذه الضربات في الداخل لم تأتي أكلها، لم تكن فاعلة كما يظن. مع الإشارة هنا دكتور أيضا إلى أن إسرائيل لم تعترف رسميا بأنها أيضا هاجمت إيران دكتور.